حضر سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمناسبة بدء أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبهذه المناسبة أكد سعادته على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. المتحدة الشقيقة وما تتميز به من تطور ولماء على كافة المستويات بفضل الرعاية الكريمة من لدن عاهل البلاد المعظم وأخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدعم والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي كما أعرب الزياني عن اعتزازه بمدالة العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين منوها بالحرص الذي يبديه البلدان لمواصلة الارتقاء بالتعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام التقدم والرقي والازدهار